تعالوا نروح بقى لتحت على طول. هذا الشاب تفتكروه؟ كلنا كنا بنعيط بسببه. اسمه احمد الطماوي. فاكرين الشاب اللي قال لك احنا نعمل فكره الاعلان على تذاكر المترو؟ وقال لك انا رحت للوزراء ومحدش استقبلني، كل الناس ضحكت عليا. الراجل ده شبه، فاكرين الواد اللي كان طلع قال لنا انا كسبت جائزه القران الكريم في ماليزيا، الحمد لله في ناس تانية شرفونا وكسبوها. اه ده زيه بالظبط. طلع ان هذا الطماوي لما ضحك عليه وقال لك على فكره دبي هتنفذ لي المشروع بتاعي، طلع انه لا حد نفذ مشروع ولا تبناه ولا خده، وانه كان بيبتز المسؤولين اللي هنا. الاخوه الزملاء في موقع دوت مصر تتبعوا هذا المشروع واتكلموا مع المحامي اللي هو ذكره، فالمحامي قال لهم ده مشروع وهمي وانا هقاضي هذا الشاب لانه استخدم اسمي. ثم اتكلموا مع مصادر خاصه بالنقل والمواصلات في دبي ونفوا ان هم يكونوا على اتصال من اي نوع مع هذا الشاب.